العلماء رحمهم الله رتبوا لنا العلم، وبقي أن نسير على هذا الطريق. إذا قال العلماء القصر يقول قصر الرباعية، قصر ماذا؟ يعني الثنائية والثلاثية لا تقصر. نعم، فعندما تأتي وتقول قصر تقول قصر الرباعية. أي رباعية؟ الظهر والعصر والعشاء، هذا الذي تقصر. من من المسافر المقيم يصلي 4 ركعات. طيب بالنسبة لوضعنا اليوم، فإذا صلى إمام مقيم في هذه البلدة يصلي 4 ركعات، أنا مسافر الآن ماذا أصنع؟ أصلي بصلاة الإمام حتى ولو أدركت مع الإمام ركعة واحدة، حتى وإن لم أدرك شيء أدركي مع التشهد الأخير، أنا أصلي بصلاتي، أصلي 4 ركعات. إذا تقدمت أنا للصلاة وصليت ركعتين العشاء مثلا، ماذا نصنع؟ المسافر يسلم معي، أدرك من الصلاة ركعة يقوم ويأتي بركعة. وإذا صلى خلفي من هم من أهل هذا البلد ماذا يصنع؟ إذا سلمت يقوم ويأتوا بركعتين. طيب إيش بقي؟ في إشكال في هذا؟ نحن مسافر أم لا؟ والله اسألني أنا، أنا مسافر أم لا أنا أعرف، أما أنت مسافر أم لا أنا والله ما أدري. والله ذكرت لكم هذه المسألة في أول الدرس، أنا لا أفتي. ماذا تصنع في الأمور الخلافية التي اختلف فيها علماء أهل السنة؟ تبحث عن إمام مو مثلي، لا في العيد ولا في النفير، لا، تبحث عن إمام تثق في دينه وعلمه وتأخذ بقوله. فهذا قال بحثت في هذه المسألة وأنا أثق في فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله وأخذ بقوله، فما يصح أن يأخذ بقوله في مسألة وفي مسألة أخرى قال والله يعني مذهب الشيخ في هذا يعني فيه شيء. من أنت تتكلم في الشيخ؟ صح؟ نعم. فأنت إذا أردت أن تأخذ بفتاوى الشيخ تأخذ فتوى في كل المسائل، مو تأخذ فتوى في مسائل وفي مسائل لا تأخذ، ما يصلح. كما قال لي بعض الطلاب قال والله أنا معجب بشيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ بأقواله في كل شيء إلا شيء واحد، أنه لم يتزوج، هذا لا يصلح. طيب هو ترك النكاح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فإخواننا يعني مثل هذه المسائل يعني اختلف فيها كبار العلماء، صح؟ في المدة وفي النية وفي كذا. فأنت إيش تصنع الآن؟ ترجع إلى إمام في كل المسائل، حتى كالأكل من الميتة، هذا الآن أخذك بقول هذا الإمام في فتاويه وكذا، كالأكل من الميتة حتى يفتح الله عليك بالعلم. لأن الأخ الآن هذا إذا أراد في هذه المسألة، مسألة القصر ومتى يقصر والمدة وكذا، أراد أن يبحث في المسألة إن شاء الله يبقى في هذه المسألة أشهر، صحيح أم لا؟ فماذا يصنع الآن؟ هو لا يعرف المطلق ولا المقيد ولا الخاص ولا العام ولا الظاهر ولا المؤول ولا كذا ولا كذا ولا أشياء حقيقة وكذا، فماذا يصنع؟ يقول أنا الآن أمشي على هذا كالأكل من الميت حتى يفتح الله عليه في العلم، ثم بعد هذا أرجح. لكن الآن ما يستطيع أن يرجح، صح؟ وأنت تسمع أنه بعض الطلاب يعني هو في نفسه متناقض، يعني يقول لي، جاءني طالب قال والله تعبت، الطلاب أتعبوني، لأن هو يسمع كلام من؟ كلام الطلاب. قال أحيانا أنزل على اليدين، يصلي جنبي رجل من الطلاب ويقول لا يا أخي النزول على ركبتين، يقول أحيانا خلاص أرجع وأنزل على ركبتين، يأتي يقول لا فلان قال والأدلة كم.
فقال والله تعبت ما استطعت أن أصلي، أصلي أحيانا وأنتظر حتى هذا يسجد، إذا سجد على يدين على يدين، أصبح هو يريد يصلي لله وأصبح يرائي الآن إشكال. فقال لي هذا مشكلة راح أبطل، فقال لي هذا، فالآن أنا أصنع شيء مع الطلاب ولا ينكر علي أحد. أقول له ماذا تصنع؟ إيش صنعت؟ قال أنزل على الأربع. الذي ينزل على ركبتين يظن أن ينزل على يدين، على ركبتين، والذي ينزل على يدين يظن أن ينزل. سبحان الله، هذا الآن ماذا صنع؟ أحدث قول جديد لم يقل به أحد من العلماء. السبب الجهل. فأنت الآن طالب، ماذا تصنع؟ ابحث عن عالم تثق في دينه وعلمه وتأخذ بفتوى، مفهوم يا أخي؟ وترتاح، ترتاح في كل المسألة. إذا جاك إنسان وأنكر عليك قل والله يا أخي أنا ما أعرف ولا أعرف البحث في المسألة الآن، وأنا مضطر إلى هذا، ورجعت بهذا إلى فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، أو فتوى مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو إمام معروف، وأنا أخذ بقولي الآن حتى أفتح الله عليه. صحيح؟ نعم. فهذا يعني الطريق الوسط إن شاء الله تعالى. لكن إنسان يعرف المسائل ويعرف يبحث وكذا ويرجع إلى فتوى العلماء، لا، لابد من البحث في المسائل. فالمسائل التي اختلف فيها للسنة هذا الخلاف فيها سائل، أما عندنا مسائل لم يختلف فيها للسنة، انتبه، هذا في خلاف لا يمكن، مفهوم أخواننا؟ إذا المسائل اختلف فيها للسنة، هذه ماذا نصنع؟ إذا ما استطعت تضطر لأخذ قول عالم إمام. أما في مسائل ما اختلف فيها للسنة أصلا لا يمكن أن تطالع في أقوال أهل البدع، طيب مفهوم؟ الحمد لله. فإذا صلى الإمام ركعتين من أخذ بفتوى عالم أنه مقيم خلاص يصلي، ومن مسافر مسافر. لكن مشكلة البعض هو لا يدري هو مسافر أو مقيم، فماذا أنا ماذا أصنع؟ والله ما أدري. أسأل الله سبحانه وتعالى. إخواننا شيخ الإسلام كان يدعو ويستغفر أحيانا إذا أشكلت عليه المسألة، يستغفر يستغفر حتى يفتح عليه. فأنت الآن اظهر افتقارك إلى الله، لابد، والله ما يضيعك الله. فأنت تفتقر إلى الله وتطلب من من؟ تطلب من الله الرزاق، فاطلب من الله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب، أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول هذا، أن الإنسان إذا احتار في المسائل والخلاف يدعو بدعة النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الدعاء اللهم اهدني وسددني، فحتى يفتح الله عليك. وأحسن الظن في الله، والله لا يضيعك الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ نحن والله بهذا الكلام يعني نريد أن نبين يعني الطريق، لن يستطيع مثلا أن أنقل لك الآن فتوى عالم، أذهب بعد أيام وترتاح مني، ويأتي بعض الطلاب يقول ماذا أصنع؟ لماذا؟ يا أخي أنت عندك سهل جدا الآن يعني وسائل اتصال، بضغطة زر واحدة تخرج كل الفتاوى، صح؟ ولله الحمد. فاستعملوا هذه الأمور في طاعة الله. نعم، تستطيع بإذن الله أن ترتاح وتقطع هذه المسائل كلها. طيب نكمل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. نعم الله أعلم. نعم نعم، ما يتغير، إذا كان لا يتغير في الدنيا لا يتغير في أمور الآخرة من باب أولى. نعم. طيب نعم يا أخي. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، خوف عبادة وتعظيم والسر، صرف الغير إلى الشرك أكبر، خوف طبيعي جائز، وخوف محرم.
كالقنوط أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. ارفع صوتك. العلم ينادي العمل، فتح الله عليك. صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، على أقدار الله. نعم. العبادة هي التوحيد. قول من؟ ابن عباس رضي الله عنهما. الناس تنقسم إلى أقسام. يا أيها الناس، أي هنا في هذه الآية، من مؤمن وكافر ومنافق، فتح الله عليك. نعم. الخشية مبنية على العلم. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من أخشاه وكمال سلطانه. طيب. نعم. الكتاب هذا ثلاثة أصول لأسئلة القبر. الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر. قسمنا هذا المتن أو فهرسنا هذا المتن إلى خمسة أقسام. مسائل الأربع، المسائل الثلاثة، لماذا ندرس التوحيد، الأصول الثلاثة، والخاتمة. نعم. أنت. نعم. العلم قبل القول والعمل. لا تطلب العلم للشهرة. لا تطلب العلم لا للشهرة ولا للرئاسة ولا للدنيا. خالصا لله عز وجل. خالصا لله. نعم. لا يدخل الجنة إلا موحد. لا يدخل الجنة إلا موحد. أنا حكم الله على العبيد. نعم، حق الله العبيد التوحيد. بسم الله خمسة أقسام. نعم، سبب البدء بالبسملة قلنا لأمور خمسة. أما المساجد لله. المساجد لله، إما المساجد المبنية أو أعضاء السجود أو الأرض. الدعوة إلى الله لابد فيها من شروط خمسة. الحكمة أول شيء، الإخلاص والعلم الشرعي، معرفة حال المدعو، والحكمة والصبر. نعم. إلى ثلاثة أقسام، ذبح لله وذبح لغير الله، شرك أكبر، محبة وتعظيم، وذبح جائز. الطالب يحفظ التعريف حرفيا. يحفظ التعريف كما جاءت عن العلماء. نعم، ما يغير فيها شيء. نعم. أهمية التوحيد ولكن قبل معرفته. أهمية التوحيد وخطر الشرك. نعم. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيع، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. الذين في الخلف هناك. اسمعوا. ها. إخواننا في الخلف. معنا أنتم؟ نعم يا أخي. الله يفتح عليك، يأتي معنا هذا الإحسان. في الخلف، في الخلف. نعم يا أخي. نعم أنت واقف. الله يفتح عليك. واتقوا الله ويعلمكم الله. ما شاء الله. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. نعم. أما التكفير بالنسبة للفعل أخذنا بعض الأمور. نعم يا أخي أنت. نعم. ماذا أراد المؤلف عندما قال والصبر على الأدبي؟ الصبر على ماذا أراد؟ العلم وعلى العمل وعلى الدعوة، فتح الله عليك. معلش انتظر علينا قليل، نريد اللي في الخلف. نعم يا أخي. ولا تؤخر، ولا تؤخر الطاعة أيضا. نعم، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يبادر إلى الطاعات. نعم، وهذا من جدي عليه الصلاة والسلام. شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدروس المهمة أن الشرك انقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. وهناك من يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، شرك أكبر وأصغر وخفي، فتح الله عليك. آخر شيء. نعم. توكل العمل بالأسباب. لا لا، ابقى ابقى. التوكل هو صدق الاعتماد على الله،
مع الثقة به والأخذ بالأسباب. نعم، تعيد هذا الكلام. هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ المشروع على الممنوع. مفهوم؟ نعم. الله يفتح عليك. فإذا كان يخاف من الجن ويذبح لهم ويتقرب ويستعذ بهم، شرك أكبر. وإذا كان يخاف خوف طبيعي ويقرأ آية الكرسي ويقول أعوذ بكلمات الله، خوف طبيعي، فتح الله عليه. نعم. وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم. شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يا أخي. أي نعم. أوقف يا أخي. في العلم بالحفظ. أي نعم. مراجعة هذا الحفظ والمذاكرة. أي الكتب يحفظ؟ نعم. ويستشير في هذا العلماء، فتح الله عليك. تحفظ؟ ماذا تحفظ؟ نعم؟ ماذا تحفظ؟ الصف ثلاثة؟ فتح الله عليك. طيب، بعد هذا درس جديد. من يقرأ لنا الأصل؟ أي أصل؟ أصل. بسم الله. أي نعم. تقدم قليل بالله. أي تقدم. أفسح له المليار. يكفيك هذا. الحمد لله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني. مؤلف رحمه الله بدأ الآن بالأصل الثاني. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الأصل الثاني أراد أن يبين لنا أمور، منها ما هو الإسلام. يسألك إنسان يقول: أنت مسلم؟ ماذا تقول؟ نعم. قال: ما هو الإسلام؟ تقول: لا أدري. قال: شهادة الزور. ما هو الإسلام؟ ها أخوانا، ما حد يعرف؟ أصبر. فلما حضروا قالوا: أنصف. ما هو الإسلام؟ قال: الإسلام هو الاستسلام، أن تسلم أمرك لله. لا تقول: لماذا أصلي الفجر وأصلي الظهر ولا أجهر وهذه ركعتين؟ لا. الاستسلام لله. استسلام لماذا؟ بالتوحيد. وأخذنا التوحيد، عرفنا التوحيد أنواع التوحيد. استسلام لله بالتوحيد. والانقياد لابد من العمل، تنقاد وتطيع. والانقياد لله، استسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. ضد الطاعة المعصية. استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. والبراءة من الشرك وأهله. كيف تكون؟ تقدم معنا: قلب واللسان والجوارح. لو قال لك قائل: ما هي مراتب الدين؟ ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فتح الله عليك. اجلس. أركان الإسلام كم؟ البعض لا يعرف أركان الإسلام ولا أركان الإيمان، وهذا والله إشكال.
أركان الإسلام خمسة. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال لا معبود بحق إلا الله. إخواننا لا إله إلا الله لابد فيها من نفي وإثبات. ركن الشهادة هنا نفي وإثبات، كفر وإيمان. ما تصح الشهادة إلا بالنفي والإثبات. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله وحده، هذه الشهادة. إذا الشهادة لابد فيها من نفي وإثبات، كفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إنني براء مما تعبدون هذا نفي، إلا الذي فطرني إلا الله. إذا لابد في الشهادة من نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، معناها لا معبود بحق، يعني هناك آلهة تعبد من دون الله والمستحق للعبادة هو الله. هذا معنى أني أكفر بكل ما يعبد من دون الله وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فإن شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد فليس بموحد. لو قال في معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، معنى هذا أنه صح عبادة كل ما عبد من دون الله، مفهوم؟ إذا فسر التوحيد بالشرك. لو قال في معنى لا إله إلا الله لا رب بحق إلا الله، هذا معنى أن حتى الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، فقبح الله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله وأنت لا تعرف معنى لا إله إلا الله. يقول والحالق من هؤلاء يقول أن معنى لا إله إلا الله لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا توحيد ربوبية. فإذا لا إله إلا الله لابد فيها من نفي وإثبات، كفر وإيمان. لا معبود بحق، إذا هذا معنى أنه كل ما عبد من دون الله عبادته باطلة كائنا من كان، صح؟ نعم. ومقتضى شهادة أن محمد عبد ورسوله طاعته فيما أمر، نطيع عليه الصلاة والسلام فيما أمر، و وتصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. واجتناب يعني تجعل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في جانب وأنت في جانب آخر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في ردع المبتدعة. وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى زيادة بيان وشرح في الدروس المهمة حيث نذكر شروط لا إله إلا الله. اتفقنا أننا نمشي في العلم خطوة خطوة حتى نصل بإذن الله إلى يعني ما وصل إليه العلماء. إذن هذه شهادة أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، كفر وإيمان. يبقى معنا الإيمان. الإيمان لغة الإقرار والتصديق، وقلنا لا تهتم إلى التعاريف اللغوية وتهتم إلى التعاريف الشرعية. الإيمان في الشرع لابد فيه من أمور خمسة عند أهل السنة. إذا اختل واحد من هذه الأمور الخمسة هذا ليس بإيمان عند أهل السنة. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، أو عمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خمسة أشياء: قول، عمل، اعتقاد، يزيد وينقص. قول باللسان، اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح والأركان، يعني عمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أمور خمسة عند أهل السنة. إذا تركت واحد من هذه الخمس
هذا ليس بإيمان عند أهل السنة، مفهوم؟ طيب، يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه، من هو؟ منافق. يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه، أئمة الكفر على هذا، أئمة الكفر على هذا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء. أبو طالب كان يعتقد بقلبه لكن لم يصرح بلسانه، مؤمن كافر. وأنزل الله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. قول واعتقاد، عمل الجوارح وعمل القلب. ما هو الدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ نعم. أن تقول وبضع وسبعين عفوا. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها هذا عمل الجوارح، والحياة عمل القلب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا عمل قلب أيضا. ما هو الدليل أن الإيمان يزيد؟ نعم. أيكم زادته هذه إيمانا؟ وإذا كان يزيد فهذا فيه دليل على أنه ينقص، وجاء النقصان مصرحا به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. إذن لابد أن تعرف أن الإيمان قول وعمل قلب وعمل جوارح واعتقاد، يزيد وينقص، هذا الإيمان عند أهل السنة، مفهوم؟ يسألك إنسان أنت مؤمن؟ تقول نعم. قال اشرح لي الإيمان. إخوانه ما يخاطب إنسان عام، هو يخاطب طالب علم. إذا ما نعرف الإسلام ولا الإيمان ولا معنى لا إله إلا الله، أو يقول لك اشرح لي أقل ما يكون في شرح أركان الإيمان، تقول لا أدري، إشكال والله. أركان الإيمان، من يذكر لي أركان الإيمان؟ نعم الشيخ. لا لا الشيخ. أن تؤمن بالله، فتح الله عليك، أن تؤمن بالله. لو قال لك إنسان أنت مؤمن بالله تقول نعم، قل اشرح لي هذا الإيمان الذي تدعي، تقول لا أدري، شهادة الزور. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله. وتقدم معنا الإيمان بوجود الله دل عليه العقل والحس والفطرة والشرع. أن تؤمن بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة تضمن الإيمان بأنهم عالم غيبي، عالم غيبي يعلمون الغيب، أعوذ بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، عالم غيبي يعني غابوا عنه، الذين يؤمنون بالغيب، عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح روح القدس وأجساد، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وعقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، هذا إثبات العقول للملائكة. ذكرنا الدليل على هذه الأمور، لهم أرواح، ملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصون، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. نؤمن بكل الملائكة إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، وصفات لا يعصون الله ما أمرهم، جعل الملائكة روح رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وأعمالهم مثل جبريل عليه السلام وكل من وحي، ملك الموت قبض أرواح الخلق، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، نؤمن أنها كلام الله منزلة غير مخلوقة
وأن الله سبحانه وتعالى أنزل على كل رسول كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمنا عليه مما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون عليهم الصلاة والسلام، ورسل لا يكذبون، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا، وأن أول أنبياء آدم وأول رسل نوح وخاتم الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، أنه يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، خروج الروح وقبض الملائكة لها وصعودهم بها إلى السماء وتفتح وتغلق لها أبواب السماء وعودتهم بها لجسد وأسمع قرعن عالم وعذاب القبر ونعيم القبر وسؤال الملكين والبعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة والحوض ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. يبقى معنا الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بمراتب القضاء والقدر أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الثاني الكتابة، أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. المشيئة، هل للعبد مشيئة وإرادة؟ نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له، فهي مخلوقة مثله، والله خلقكم وما تعملون. هذا أقل ما يكون في شرح أركان الإيمان. تراجع لي هذه المسائل، وغدا إن شاء الله تعالى اختبار تحريري، كل واحد منكم يأخذ أي ورقة ويكتب فيها شرح تعريف التوحيد لغة وشرعا، وتعريف أنواع التوحيد الثلاثة، وشرح أركان الإيمان، تعرف الإيمان شرعا وتشرح لنا هذا الشرح المختصر موجود عندكم في المذكرة سواء كان بالعربي أو بالفرنسي، وتسلم الأوراق مع درس الفجر. ممكن تحفظ الآن وقبل الفجر تكتب لنا اختبار وتأتوا به. إخواننا، مر بكذا ومر بكذا، احنا نريد تحفظ تحفظ. نعم، فتكتب لنا في أي ورقة، في المذكرة لا، تكتب لنا في أوراق وتسلم قبل الفجر. ماذا؟ تعريف التوحيد لغة وشرعا، وتعريف أنواع التوحيد الثلاثة، ومعنى لا إله إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد عبد ورسوله، تعريف الإيمان لغة وشرعا، وتشرح أركان الإيمان الشرح المختصر موجود في المذكرة. طيب طيب، الحمد لله. إلى غدا إن شاء الله تعالى. معكم الآن فرصة من الآن إلى الفجر، راجع واحفظ، وبعد هذا تذكر عند كتابة الورقة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. تغش نفسك، احفظ وراجع ولا عذر، إن هذا أقل ما يكون يا أخي، تضبط في أمور معلومة من الدين بالضرورة، تعريف الإيمان، تعريف التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، مقتضى شهادة أن محمد عبد ورسوله، وأركان الإيمان شرح مختصر. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يوفق الجميع لما يحب ورضى، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. نعم يا أخواننا، الآن إحنا متفقين أن الكل يشارك معنا، سواء كانوا على النت أو كانوا مثلا في المنازل وفي كذا، وما المانع أن نجتهد؟ إحنا قلنا هذه الدورة ليست خاصة بالحضور وليست للجنة وكذا، هذه الدورة نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، فنريد الكل يشارك، كل واحد يعني يشارك ويسعى لحفظ هذه الأمور، ولابد بعد هذه الدورة أن ترجعوا وتعلموا الناس أمر توقن منه 100%. ماذا تصنع فيه؟ تعلم الناس، تفتي؟ لا. تنشر كتب التوحيد؟ نعم. تحذر من الشرك؟ ولا بد. فالكل يشارك. طيب، نعم، غيره؟ الحمد لله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. غدا إن شاء الله تعالى، يعني قبل الفجر، تحضر لنا الاختبار. تستطيع الآن أنك تحفظ وتراجع وتكتب، أو إلى الفجر. والله أخواننا، سافرت إلى المغرب وكان عندي طلاب أدرسهم، وقلت لهم أنا ما أدرسكم حتى تحفظوا، فأنا عندما أستيقظ أجد الطالب عند رأسي، أستيقظ لم ينم، يقول أسمع، يقول يا أخي انتظر قليل يعني حتى يعني أتوضأ وكذا، يقول أنا جاهز، يا أخي لماذا لا تنام؟ قال ما أستطيع، كيف أنام وأنا ما أحفظ؟ هذه فرصة الآن، فرصة هيئت لك، احفظ يا أخي، راجع، تذاكر اليوم هنا تتعلم ونرد عليك ونعلمك، ليس بعيب أن يخرج طالب الآن وتلعثم في القراءة، هذا ليس بعيب، العيب أنه ما يشارك وما يسمع. بالأمس كنت أذكر لإخوانكم قصة، طالب في الابتدائي طلب منه إلقاء كلمة، كلمة الصباح، كلمة الصباح تقال أمام الفصول والأساتذة والمدير وكذا، فيقول هذا كتبت هذه الكلمة في الليل وأخذت راجع هذه الكلمة وراجع وراجع وراجع. عندما وقف الطلاب والأساتذة والمدير، خرجت أمام الطلاب ورأيت الجمع، يقول أخرجت الورقة وإذا بالورقة سوداء، يقول ما أرى فيها شيء، ما أستطيع أن أقرأ منها، سوداء، الدموع بكاء، العرق يتصبب يرتجف، يقول ما استطعت أن أتكلم. فقال يعني ماذا يقول الآن؟ قال قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وسكت. يقول وانقلبت المدرسة رأس على عقب، الكل يضحك، الأساتذة والمدير والطلاب، يقول وان أنسى فلن أنسى، عندنا مدرس يعني سمين، يقول ما شاء الله، يقول أخذ يضحك من شدة ما يضحك، وضع الشماغ هذا على فيه، وإذا يعني يقول بطنه تضحك، يقول الكل يضحك، هذا اليوم الدراسي كله ضحك، كل ما يدخل مدرس الفصل